اطبطب ودلع، كان شعار كابتن خطيب بعد مباراه الجونه والهزيمه، ونزل قدام الناس على الهواء مباشره، وانتوا ونحن فخورين بكم، ولكنه بعد كده يعني وكانه بيقول اصبح عنده الان بندقيه، لا يلا 300 الف لكل واحد وعلني وقدام الجميع. يعني ايه يعني ايه اللي حصل انه اقل من شهر والامور تتغير بالشكل ده؟ طبطب ودلع وجاب لهم لبن العصفور وعمل كل حاجه وجاب له كل الصفقات، ما حققش هدف عاقب. فزي ما انت بتاخد وتتكافئ وبتحصل على حقوقك، النادي الاهلي وجمهوره عايزين حقوقهم ومستحقاتهم. لذلك كانت وقفه الخطيب في الاولانيه وقفه دعم وتاييد وتاكيد ورفع معنويات، والثانيه يعني تقدر ضرب بقوه. يعني سياسه العصايه والجزره يعني. فالخطيب وقف وقفه جامده جدا، كانت وقفه نتيجه لسوء في الاداء. يعني انت مش لعبت واديت اللي عليك وخسرت، لا ده انت كنت سيء وما حققتش الهدف. لذلك الخطيب لم يستثني احد من العقوبات، جهاز فني، اداره كوره، جهاز اداري، لعيبه، كله خد جزء من العقوبات زي ما بياخد الجزء الكامل بتاعه من المكافآت. اعتقد ده يعني موقف طبيعي جدا او الحد الادنى يعني، ده وده المفروض اللي يبقى موجود يا كابتن من وجهه نظر. يعني زي ما بتتكافئ وبتاخد مرتبك وتحقق بطولات نتيجه ده، فلما تفقد ده وما تحققش الهدف المطلوب طبيعي جدا انك تتعاقب. سؤال يعني واضح وصريح وتجاوبني، هل كان هناك حاله تمرد بالامس بين اللاعبين كما اعلن البعض؟ حسب معلوماتي واللي استقيتها من مصادر جون الاهلي لم تكن هناك حاله تمرد، لم تكن. لكن المؤكد يا كابتن ان اي حد بيفقد فلوس بيتضايق عليها. يعني اي حد فينا ماشي وقعت منه 100 جنيه اكيد هيتضايق عليها. فبالك واحد اتخصم منه 300,000 جنيه، خصم 300,000 جنيه من اللاعب اكيد غضبه، لكن هل امتنع عن التدريب؟ هل ما راحوش؟ هل حد اعلن تمرد؟ هل حد طلع تطرحات؟ صمت كامل، لكن مؤكد ان في غضب، لكن مفيش تمرد في فريق الاهلي ولم يحدث اي تمرد، واللعيبه راحت تدريباتها عادي وبتكمل مسيرتها امور عادي. موسيماني كان غاضب، الكلام اللي طلع هو ما طلعش على لسانه ولا طلع من مواقع اصلا، طلع من اصلا من موقع حسب ما قيل من موقع مغربي ونشر في مواقع في جنوب افريقيا، ومصدر مسؤول داخل النادي الاهلي نفى هذا الكلام، لكن باعتبار حضرتك قريب من الناس مؤكد ان موسيماني غاضب طبعا. انت لما مؤكد انه غاضب طبعا لما يعني لما تعاقب القائد، لان ده المدرب اللي قدام كل اللعيبه، يعني اكيد هيبقى في نوع من الغضب. كان ممكن تبقى العقوبه بتاعته يعني غير واضحه او غير معلنه، غير معلنه غير معلنه يعني كان ممكن تعاقب تعمل ده يعني حفظا لهيبه الجهاز الفني يعني قدام اللعيبه، لكن اما انها اعلنت فمؤكد ان المدير الفني ما كانش يعني يتمنى انه يوضع في هذه المكانه قدام اللعيبه يعني.